نرحب بكم أعزائنا المشاهدين إلى برنامج أضواء على الإعلام الإسرائيلي. تقرير لمنظمة حقوقية إسرائيلية يسلط الضوء على جزئية في التعاطي الإسرائيلي مع مسيرات غزة باعتبارها ميدانا لتجربة وسائل القمع المصنعة إسرائيليا. وفي هذه الحلقة تقرير مترجم حول المؤسسة المتخصصة بالتحريض على الإعلام الفلسطيني، بالإضافة إلى تقرير آخر يكشف آلية دفع الرواتب للإرهابيين اليهود الذين نفذوا عمليات قتل بحق أبناء شعبنا ومقدساتهم. نشرت منظمة ائتلاف نساء من أجل السلام الحقوقية الإسرائيلية تقريرا بعنوان مسيرة العودة، مختبر وصالة عرض للصناعات العسكرية الإسرائيلية. أشارت فيه إلى طريقة التعاطي الإسرائيلي مع مسيرة غزة باعتبارها فرصة لتطوير وسائل حديثة لقمع الاحتجاجات وتسويقها للعالم. الزميل نهر جمهور يستعرض لنا أهم ما ورد في التقرير. نشرت منظمة ائتلاف نساء من أجل السلام الحقوقية الإسرائيلية تقريرا بعنوان مسيرة العودة، مختبر وصالة عرض للصناعات العسكرية الإسرائيلية. أشارت فيه إلى طريقة التعاطي الإسرائيلي مع مسيرة غزة باعتبارها فرصة لتطوير وسائل حديثة لقمع الاحتجاجات وتسويقها للعالم. غزة تحولت لصالة عرض للجدران الذكية التابعة للشركة. الزبائن يثمنون المنتجات التي تم اختبارها مؤخرا. جاءت هذه الكلمات على لسان ساعر كورش المدير التنفيذي السابق لشركة ميخال التي أنتجت جزءا كبيرا من الجدار الإسرائيلي المحيط بقطاع غزة. أقوال كورش التي اقتبسها تقرير المنظمة الحقوقية أطلقها خلال مقابلة أجرتها معه وكالة بلومبيرغ في 11 نيسان، أي قبل أسبوعين من انطلاق المسيرات بجوار الجدار. ويستعرض التقرير الابتكارات الإسرائيلية الجديدة التي حاولت الشركات الإسرائيلية منذ انطلاق مسيرات العودة التربح منها. والابتكار الأول هو بحر الدموع، وهي طائرة مسيرة قادرة على نشر غاز مسيل للدموع على المتظاهرين. وهذه الطائرة أنتجتها شركة صينية وشركة أوكتونيكس الإسرائيلية، وتمت تجربتها لأول مرة عبر حرس الحدود الإسرائيلي بعد استبدال الكاميرا الأصلية بكاميرا إسرائيلية صنعتها شركة أوكتونيكس. يقول مصنع هذه الطائرة إنها تقلص الخطر على الجنود الذين يقمعون التظاهرات إلى الصفر، وبإمكانها الوصول إلى أي مكان من الاحتجاجات، الأمر الذي يجعلها محل تقدير الزبائن المحتملين. ووفقا لتقرير نساء من أجل السلام، فإن المرة الأولى التي استخدمت فيها الطائرات المسيرة الخفيفة في قمع وتفريق التظاهرات كان من قبل بلدية الاحتلال في القدس لمنع الفلسطينيين من رشق القطار الخفيف بالحجارة أثناء الاحتجاجات على حرق وقتل الطفل محمد أبو خضير عام 2014. الابتكار الآخر الذي يتحدث عنه التقرير هو طائرة الشوكولاتة المسيرة التي تقذف المتظاهرين بمياه عادمة كريهة الرائحة وتسبب الغثيان. صحيفة كالكاليكس الاقتصادية أشارت إلى أن هذه الطائرة من إنتاج شركة إيروتكس الإسرائيلية، وقد ابتاعت منها كرواتيا بقيمة 4,787,000 دولار بعد استخدامها في غزة. ويشير التقرير إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة خلال العقد الماضي كانت مربحة بشكل كبير بالنسبة للشركات الخاصة والحكومية في إسرائيل من خلال اعتبار ساحة غزة بمثابة مختبر للأسلحة والتكنولوجيا الحديثة لتسويقها بعد ذلك. ومن بين الأمثلة التي تضرب في هذا السياق عدوان الجرف الصامد عام 2014، حيث اختبر الاحتلال طائرات هيرمس المسيرة والقبة الحديدية وقذائف هاتزاف. ويكشف التقرير أن ممثل دولة أجنبية وصل إسرائيل في حزيران لاختبار الطائرات المسيرة التي تم استخدامها في قمع المسيرات باستهداف المحتجين بإطلاق النار عليهم أو تنفيذ هجمات أخرى مثل حرق مستودع إطارات كان يخطط الناشطون لحرقها بهدف التشويش على القناصة. ووفقا للتقرير فإن وسائل الإعلام العبرية ركزت على الاستعدادات التي سبقت قمع مسيرات العودة والتي جرى خلال
خلالها ابتكار واختبار استراتيجيات حديثة لتشديد حشود المتظاهرين والسيطرة عليها، متوقعة بأن يقوم الخبراء الإسرائيليون بتنظيم تدريبات لدول أجنبية على هذه التقنيات. ويلفت التقرير الانتباه إلى فعالية أجريت في 14 من أيار والتي تزامنت مع القمع العنيف لمسيرات النكبة في غزة، حيث استضافت مجلة إسرائيل ديفنس في تل أبيب مؤتمرا تحت عنوان النار المناورة والاستخبارات في بيئة معقدة، شارك فيها 1000 ضابط وممثلون عن الصناعات العسكرية وشخصيات أجنبية. المتحدثون الرئيسيون كان من بينهم يوآف جالانت وهو قائد اللواء الجنوب السابق، ورئيس أركان جيش الاحتلال السابق موشي علون، واللواء كوبي بارك قائد سلاح اليابسة. وأقيمت الفعالية برعاية شركة البيت وشركات تصنيع عسكرية أخرى تخللها تغطيات عن التطورات بغزة. ويعلق التقرير على ذلك بالقول: وفي الوقت الذي كان يدفن الفلسطينيون قتلاهم، واصلت الصناعات العسكرية الإسرائيلية عملها كالمعتاد، وعملت على تسويق منتجاتها بعنف، ووقعت اتفاقيات جديدة. كشفت القناة الثانية من التلفزيون الإسرائيلي أن حكومة الاحتلال تقدم إعفاءات ضريبية وامتيازات لجمعيات إسرائيلية تقدم دعما لإرهابيين يهود قتلوا فلسطينيين، مثل جمعية حنينو التي قدمت مساعدات ورواتب لأعضاء ولأسر خلية إرهابية حاولت تفجير مدرسة للبنات في حي الطور المقدسي بعد اعتقالهم. ملحقنا الاقتصادي أناليس قرر في عقاب الإرهاب في قرية دوما تعقب المنظومة الاقتصادية التي تدعم باستخدام تمويل دولة لنشطاء إرهابيين من اليمين المتطرف. ماتان خدروف سيقص كيف تقوم جمعية خونينو التي حصلت من وزارة المالية على إعفاء ضريبي بتقديم منح مالية لعائلات السجناء الذين تمت إدانتهم بالاعتداء على فلسطينيين. مساء الخير إتمار. عندما ينشغل السياسيون بإدانة الكراهية موجهة ضد العرب والمثليين جنسيا بشكل آلي، من المثير اكتشاف أن وزارة المالية تقدم تسهيلات للإرهاب اليهودي. في هذا المساء سنكشف أن جمعية خنينو اليمينية التي يقال أنها فقط تقدم دعما قضائيا للمشتبه بهم بارتكاب عملية جباية الثمن، اليوم نكشف أن هذه الجمعية تحول منحا مالية أحيانا تصل إلى عشرات آلاف من الشواقل لنشطاء أدينوا بارتكابهم جرائم خطرة ضد الفلسطينيين. من بين العائلات التي تحظى بالدعم من أموال المتبرعين أقرباء القاتل عامي بوبر وأعضاء منظمة بات عين السرية وتسيفي ستروك الذي خطف وعذب صبيا فلسطينيا وهو مقيد. الجزء الرائع هو أن دفع الأموال لكل أولئك الخارجين عن القانون يتم خصمه من الضرائب، وبذلك يتم تمويل الإرهاب من أرصدتنا. إليكم التقرير الذي أعددته مع دانيال أليعازر. علي دوابشي رضيع يبلغ من العمر 1.5 سنة، أحرق حتى الموت في سريره بعد أن أضرم مجهولون النار بمنزله في قرية دوما بنابلس. جاءوا مقنعين وقذفوا على الأقل زجاجة حارقة واحدة من هذه النافذة. حتى لو ألقي القبض على المسؤولين عن إحراق الأسرة في قرية دوما، ليس من المؤكد أن تكون ردة فعلنا شديدة في مواجهة موجة العنصرية والكراهية. يتضح أن جمعية خنينو التي تحظى باعتراف إعفاء من الضرائب بسبب مساهمتها تدفع منذ عدة سنوات مبالغ طائلة بشكل مباشر لأسر نشطاء الإرهاب من اليمين المتطرف الذين تم اعتقالهم. هذا المساء نكشف المشتبهين بهم والذين تمت إدانتهم وحصلوا على منح من صندوق الجمعية، رغم أنه تم الإعلان عن بعضهم بصفتهم أعضاء بتنظيم إرهابي أو تم اعتبارهم قتلة. إذن بالإضافة إلى التمثيل أمام القضاء، قدمت جمعية خنينو مئات آلاف الشواقل لعائلات إرهابيين يهود مثل كارول بوبر والد عامي بوبر الذي قتل 7 عمال فلسطينيين عام 1990. في القائمة تظهر أيضا أسماء من أعضاء منظمة مستوطنة بات عين، وهم شلومو ديفر وعوفر خمليل الذين أعدوا سيارة مفخخة لقتل طالبات عربيات.
שיבץ את הפועלים שהגיעו למקום ודרש מהם תעודות זהות, ואז ירה בהם כמו בחיטת יורים. לקח מהם, התחיל לראות בכולה. קיבלתם בשנה שעברה עם חרה מהמצל על סך 6,030 שקלים. זה לא עובר אליי, זה עובר אליו. עובר אל מי? עובר לעמי. האם זה נכון להעניק פטור ממס לתרומות שמועברות אליו? איזה מס? זה הכל התרומות. חוץ מחננו אין תרומות. بعد أن أدينوا تواصل عائلاتهم للحصول على منح. جزء من هذا المال يأتي من جيوب الجميع من ميزانية الدولة. إذن كم من المال تحول جمعية خنينو لعائلات نشطاء الإرهاب اليهودي؟ מחתרת בת עין הורשעו היום בניסיון לרצח פלסטינים. יפעת אלקובי מחברון שהשליחה אבנים ונכנסה לפנתיאון בזכות מילה אחת, לפי הדוח מאותה עמותה מענק של כ-10,000 שקלים. עוד בנתמכים צבי סטרוק, בנה של החקית בדימוס מהבית היהודי, שנידון בבית המשפט העליון לשנתיים וחצי בכלא, אחרי שחטף, קפט והתעלל בנער פלסטיני. צבי, אתה אולי רוצה להביא איזה חרטה? ושימו לב לבועז אלברט מיצהר, שלפי הדיווח למס הכנסה, קיבל מכוננו אחרי מעצר 58,000 שקל. כוחות משטרה גדולים הגיעו אתמול ליצהר כדי לעצור את אלברט, אחרי שהפר פעם נוספת את הצו שאוסר עליו להיכנס לשטחי יהודה ושומרון. אנחנו בכל מקרה נמשיך להיות ביצהר שמחים. ואם צריך בשביל זה להיוצאת בכלא, אז אנחנו בשמחה נהיה בכלא. שלום בועז. אני אין לי כל כך נושאים משותפים לדבר איתך. גם אתה קיבלת, אני מבין, בשנה שעברה תמיכה כספית מהעמותה הזאת. טוב, שיהיה לך היום טוב, שמעתי את השאלה. בהצלחה רבה, אני אשלח את התחקיר. בעיניי זה אבסורד שבמצב שבו כולם מדברים על להילחם בתג מחיר ובטרור יהודי, בדלת האחורית ממשלת ישראל מסבסדת את ההגנה המשפטית של אותם טרוריסטים, ואחרי שהם מורשעים, המשפחות שלהם ממשיכות לקבל מענקים. חלק מהכסף הזה מגיע מהכיס של כולנו, מתקציב המדינה. אז נעודו לתברועת הסנוויה. في عام 2013 بلغ إجمالي التبرعات حوالي 2,000,000 شيكل، وتم جمع 250,000 من هذا المبلغ من الجمهور عبر الصناديق الموضوعة في المتاجر، وبلغ إنفاق الجمعية في ذاك العام نحو 2,300,000 شيكل، ودفع نصف المبلغ للمحاميين الذين قدموا تمثيلا قضائيا للمشتبهين ومتهمين بالاعتداء على فلسطينيين. وهذا ليس معطى جديدا، ولكن من تقارير جمعية خنينو لوزارة المالية يتضح أن حوالي 200,000 شيكل قدمت كدعم اقتصادي مباشر للأسرى، وحوالي 50,000 شيكل قدمت لعائلاتهم. شبثيكة كشفتها الليلة وتتضمن أسماء الأشخاص الذين يتمتعون بالدعم المالي، ولم تنشر على الموقع الإلكتروني الحكومي المخصص للجمعيات، رغم أن سلطة الضرائب حصلت على هذه الوثيقة قبل عام. وزارة المالية تقلص تلك الضرائب التي حصلت على مصادقة من لجنة المالية في الكنيسة. من بين هذه الجمعيات التي حصلت على التخفيض جمعية خنينو، وبهذا يتضح أن الجميع يقدم تسهيلات لهذه الجمعية، وحتى الآن لم يتم بلورة المعايير التي توضح من يستحق الاعتراف كجمعية. أيضا تقديم دعم مالي لعائلات القتلة لا تحول دون حصول جمعية خنينو على إعفاءات ضريبية. من الصعب تصديق ذلك، ولكن في الواقع في الحسابات البنكية تدفن أموالنا. هم لا يعملون كمحكمة، إنهم يحترمون القرارات القضائية، إنهم لا يقررون من الجيد ومن السيء، وهم لا يقررون من المدان ومن البريء، إنهم يعملون في إطار القانون. הם פועלים במסגרת החוק. הסעיף הזה נועד לעודד תרומות לארגונים חברתיים, לרווחה, לדברים שנמצאים בקונצנזוס, לא לתמיכה בטרוריסטים יהודים ובמשפחות של אנשים שהם יהוד ובעائلات אשخاص אדינו. ماذا يعنينا إذا كانت جمعية يمينية خاصة تدفع لمنفذي جرائم الكراهية؟ ولكن الجمعية حصلت على اعتراف من وزارة المالية، وبذلك فإن شيكا قدم لجمعية خنينو يخرج من الخزينة العامة، وبالإمكان خفض مبلغ ضريبة الدخل بسبب الإعفاء الضريبي الذي يقدم للمتبرعين. بكلمات أخرى، أنتم شركاء أيضا في المنح التي دفعها لمشتبهين ومدانين بأعمال إرهابية يهودية. الدولة عن طريق تقديمها إعفاءات ضريبية فإنها تقدم منحا لتلك المنظمات التي تمارس نشاطات سياسية انطلاقا من دوافع سياسية.
في مواجهة موجة الحوادث نهاية الأسبوع يجب الاطلاع على خلاصة الأمر. صحيح أن إسرائيل تواصل حتى اليوم تقديم تسهيلات بشكل غير مباشر، إلا أن هناك جمعية تمول نشطاء إرهابيين من دون أن تدفع ثمنا لذلك. במקרה הזה צריך לקבל הסברים לא רק מהארגון, אלא בעיקר ממשרד האוצר שעדיין תומך בו לאורך שנים באמצעות הקלות המס, שעליהן סיפרת כאן. المشكلة هي عندما تجتمع هذه العملية المختلف عليها بأموال حكومية، ومن أجل ذلك توجهنا للحصول على تعقيب جمعية خونينو التي قالت لنا. بعد تدقيق السلطات المختلفة في نشاطاتنا ثبت أنه طبقا للقوانين، ونحن ندعو الجميع إلى فعل الخير وتقديم العون لشعب إسرائيل بدل الانقسام والدمار. אנו מציעים לכולם לעסוק בטוב ובפיתוח העזרה ההדדית בעם ישראל במקום בפילוג ובהרס ומרשות המיסים. من سلطة الضرائب جاء الرد التالي: المصادقة على الحصول على تسهيلات تتم في فترة معينة وتتجدد. אם נמצא כי בכספי התרומות נעשה שימוש שלא בהתאם להוראות, לא יחודש האישור. במגבלות חובת הסודיות נציין כי האישור לעמותת חוננו נבחן בימים אלה, ובשלב זה נקבע תוקפו רק עד לסוף שנת 2015 ולא הוארך באופן אוטומטי. ولكن هل ستتجاوز الإدانات التي أطلقها وزير المالية موشي كحلون موجة العنف؟ وإذا كانت هذه الإدانات حقيقية فأنه يتوجب عليه أن يأخذ على عاتقه واجب العمل وتطبيق الاستنتاجات الواردة. تصريحاته يجب أن تتعاطى مع هذه المنظومة الاقتصادية التي تقع بين أموال الضرائب والدعم المباشر لنشطاء الإرهاب اليهود. يراقبون حتى برامج الطبخ في تلفزيون فلسطين ويرصدون كل ما تنشره الصحف الفلسطينية. إنهم ضباط سابقين باستخبارات جيش الاحتلال الذين يعملون في مركز مراقبة الإعلام الفلسطيني، وهي منظمة صهيونية متطرفة غير حكومية تضم طواقم تعمل على مدار الساعة بهدف مراقبة وسائل الإعلام الفلسطينية، ومقرها في القدس المحتلة. وتعمل في الواقع هذه المنظمة على إدارة الحملات الدعائية ضد القيادة الفلسطينية. المنظمة المتطرفة تحصل على تمويل من جهات تابعة لليمين الإسرائيلي، وتصف نفسها بأنها معهد أبحاث إسرائيلي يدرس المجتمع الفلسطيني بشكل واسع من خلال رصد وتحليل وسائل الإعلام والكتب المدرسية الفلسطينية. التقرير التالي المترجم سيعرض آلية عمل هذه المنظمة الرامية لتشويه الفلسطينيين. שנסגר המעגל ולוחמי דובדבן עצרו את המחבל שרצח את חברם, סמל ראשון רונן לוברסקי, זכרו לברכה. חושף מכון המחקר שעוקב אחרי ההסתה הפלסטינית כי משפחתו ממשיכה להסית נגד ישראל, על המכון שמנסה לעצור את ההסתה, בכתבה של אסף גיבור. במשרדה בירושלים הם מנהלים את המאבק נגד ההסתה של הרשות הפלסטינית. היום הגיע למערכת מבט לתקשורת הפלסטינית מידע חדש על סיוע של הרשות הפלסטינית למשפחתו של המחבל שרצח את רונן לוברסקי, לוחם יחידת דובדבן שנרצח בפעילות סמוך לרמאללה. הרוצח של רונן לוברסקי הוא ממשפחת אבו חמד. הוא אחד מ10 בנים וכולם היו בכלא. במשפחה כזאת קיבלו מיליונים של שקלים מהרשות הפלסטינית, וכל חודש מקבלים, אני חושב, 10,000 שקלים כמשכורות. יום העבודה נפתח בקריאת עיתוני הרשות, לאחר מכן עוברים חוקרי המכון לנבור בדפי הפייסבוק והטוויטר, צופים בתוכניות של התקשורת הפלסטינית, הכל במטרה לגלות עוד סרטון הסתה, בית ספר שנקרא על שם מחבל, או חומר לימוד שמעודד פיגועים וחושף את פרצופה האמיתי של הרשות הפלסטינית. אני אומר לך, זו מטולת פרדיה, ואני בעתז פיה. אני אומר לך, אני בעתז פיה, ובחיי לכל אלה קמו פיה, ואני אומר לך, בלעקס, אנחנו פחורים פיהם. אנחנו הגשנו את התלונה למשטרה נגד ג'בר רג'וב לפני 3 חודשים, בגלל שאנחנו מאמינים שהיה לאורך כל השנים טעות חמורה בהתנהלות נגד הטרור, בזה שאנחנו רק נתנו עונשים למחבלים עצמם או לשולחיהם הישירים, אבל לא למנהיגים אשר עודדו את הטרור, כיוונו את הטרור ולמעשה ברחו על הטרור. מכון המחקר פלסטיני מדיה וואץ' פועל כבר 21 שנים. מרבית העובדים הם אנשי מודיעין בעבר,
או ילידי מדינות ערב. מחשש לביטחונם אסור לצלם חלק מהם, שלט המכון בכניסה הורד גם הוא בעקבות איומים והתראות אבטחה. אנחנו צופים בתוכניות בוקר, בחדשות, בתוכניות ילדים, בתוכניות בישול אפילו. צופים בכל הטלוויזיה. כי זה יכול, כל דבר יכול לצוץ בכל תוכנית קטנה. בין המאבקים שמוביל המכון הוא הפסקת תשלום המשכורות למחבלים. חשיפות המכון בנושא הובילו לסערה בינלאומית. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הורה לסגור את משרדי אש"ף בניו יורק, כל עוד הרשות ממשיכה לשלם למחבלים. אנחנו הארגון שחשף לראשונה את כל הנוהג של הרשות הפלסטינית לשלם משכורות למחבלים. היום אנחנו ממשיכים את המאבק נגד התופעה הזאת, הן בפני הקהל הבינלאומי בפרלמנטים ברחבי העולם והן בכנסת ישראל. מכון המחקר פועל בשיתוף עם חברי פרלמנט בכל העולם. הם מוזנים מהחומרים כדי להגן על ישראל וכדי להוכיח מי המכשול האמיתי לשלום. ركز الإعلام الإسرائيلي في تغطيته الصحفية خلال الأيام الماضية على ما تسمى صفقة القرن من خلال الترويج لها والتحريض ضد كل من يحاول أن يقف أمام تمريرها وخاصة السيد الرئيس محمود عباس. الزميلة ميساء الأحمد في التقرير التالي تستعرض لنا نماذج من ذلك التحريض المتواصل. سلط الإعلام الإسرائيلي الضوء في تغطيته على ما تسمى صفقة القرن، ومن خلال رصده بدا خطاب التحريض والعنصرية واضحا تجاه كل من يقف ضد هذه الصفقة. في مقال مطول على صحيفة إسرائيل اليوم يهاجم الكاتب فيه الفلسطينيين وعلى رأسهم سيادة الرئيس محمود عباس في جهوده الرامية إلى عدم السماح بتمرير هذه الصفقة المسمومة. بالمقابل يصف الكاتب الرئيس الأمريكي ترامب بالرئيس المتصلب أمام كل من يحاول إعاقة تمرير هذه الصفقة ويقلل من شأن المؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة وكذلك الاتحاد الأوروبي وجهود الدول العربية الداعمة في مواقفها لحق أبناء شعبنا في إقامة دولتهم المستقلة. وفي خبر على يد عوت أحرونوت تحرض فيه الصحيفة ضد القيادة بوصفها الرافضة لأي عملية سلام، وبالتالي فمن وجهة نظرها من الطبيعي أن يكون موقف القيادة سلبيا من هذه الصفقة، كما كان لها مواقف سلبية سابقة من صفقات وعروض للسلام على حد ادعائها. فيما تهاجم صحيفة يتيد نئمان السيد الرئيس وتحاول نزع الشرعية عنه وعن حقه في رفض كل مخطط غير منصف لحقوق أبناء شعبنا. أما القناة 20 فقد عرضت تقريرا حول اللقاء الذي جمع سيد الرئيس بالأمير ويليام أثناء زيارته لرام الله، وتأكيد سيادته على أن الجانب الفلسطيني جاد في الوصول إلى سلام مع إسرائيل. يحاول التقرير التعليق على تصريحات سيادته ويدعي أنها غير شرعية وغير مقبولة. وفي شأن آخر يعترض مقال على صحيفة معاريف على نزع شرعية بعض المستوطنات تحت عنوان تنظيم المستوطنات باعتبارها أمرا خطيرا حسب وجهة نظر الكاتب، لأنه يفتح الأبواب أمام بناء دولة فلسطينية رغم أن المستوطنات بنيت على أراض فلسطينية مصادرة واقتطعت بلدات وحاصرت مناطق وخنقت شعبا. ميساء الأحمد، تلفزيون فلسطين. بهذا يصل برنامج أضواء على الإعلام الإسرائيلي لنهايته. هذه تحيات أنس أبو عرقوب في الإعداد والتقديم ومحمد قديمات في الإخراج. إلى اللقاء.